السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم، مرحبا بكم أيها الزوار الكرام في حلقة جديدة. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أعمل على حل إحدى المشاكل. تلقيت بعض الأسئلة من أحد الإخوان، وهو أنه قام بتفعيل الميطة الخاصة بتويتر، وهي كما قلنا شرحناها في إحدى الحلقات، وهي الخاصة الكارد كود الخاصة بتويتر، قمت بشرحها وكذلك شرحت لكم تفاصيل كيف تعملون على إضافتها إلى مدونة بلوجر الخاصة بكم. وهذه الأكواد الخاصة بالميطة الخاصة بالكارد كود الخاصة بكما قلت التويتر، هذه الأكواد تساعد أو هذه الميطة تساعد كثيرا على كما قلت نشر بطريقة سليمة على موقع التويتر. ففي الأونة الأخيرة شرحت لكم هذه التفاصيل وقلت لكم بأن هذه الأكواد تساعد كثيرا على النشر السليم في المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي، سواء كان الفيسبوك الخاصة، شرحت كذلك على منصة الفيسبوك الأوبن جراف كيف تقوم بإضافتها الميطة الخاصة بالفيسبوك، وهذه كما قلت هذه الميطة تساعد على النشر السليم على حساب الفيسبوك وتساعد كثيرا على عدم حظر رابط الموقع الخاص بك. لهذا إخواني الكرام في هذه الحلقة سوف نعمل على حل إحدى المشاكل، وهو مشكل ظهور صورة صغيرة الحجم عند نشر موضوع معين يظهر لك بهذه الشكل كما تلاحظون معي هنا. فالأمر كما قلت لكم سهل جدا إخواني الكرام، فعندما تريد أن تقوم بنشر مثلا هذا الرابط على سبيل المثال، تريد أن تقوم بنشره على موقع التويتر سوف يظهر لك بهذه الشكل كما تلاحظون هذا الرابط. فعندما تقوم بنشره على منصة التويتر سوف أريكم على سبيل المثال، لاحظوا معي يظهر بهذه الشكلة صغير الحجم. لماذا يظهر بهذه الشكلة؟ سوف أشرح لكم الطريقة. كما تلاحظون هذا رابط الموقع الخاص بي وهذا الموضوع الخاص بي، كيف سوف نقوم بحل المشكل؟ العملية سهلة إخواني الكرام، كل ما عليك فعله أن تقوم باتباع الخطوات التالية، سوف أشرح لكم العملية. هنا بالنسبة للميتا كونتاكت سماري، هذه الكلمة سماري كما تلاحظون إخواني الكرام ربما قد تجدها فقط على هذا الشكل كما تلاحظون، ميتا كونتاكت سماري نايم تويتر كارد، يعني أن الصورة عادية كما تلاحظون معي أو صغيرة الحجم. لكن هنا إذا قمت بإضافة سلاش ثم لارج ثم سلاش إيماج يعني تظهر الصورة كبيرة الحجم. لهذا سوف نقوم بإضافة هذا الكود الخاص بالميطة، هذا هو الكود. فبالنسبة للمدونة الخاصة بي فالكود غير كامل كما تلاحظون، يحتاج إلى هذه الكلمة وهي كما قلت لكم الخاصة بي كما قلت سموري لارج إيماج. سوف أقوم بتحميل الكلمة على هذا الشكل، نعمل لها كوبي على هذا الشكل ثم نعود إلى المدونة الخاصة بنا، نقوم بإضافتها هنا ثم نعمل بيست على هذه الشكلة ثم نعمل عملية الحفظ. أما بالنسبة للأكواد الأخرى فهي سهلة وشرحناها في حلقة من الحلقات، يمكنك العودة إليها، سوف أضع لك الروابط أسفل الفيديو. جيد، الآن بعد أن قمنا بالعملية وقمنا كذلك بتصحيح هذا الخطأ وكذلك قمنا بعملية الحفظ، نتوجه إلى إحدى المواضيع الخاصة بي. فمثلا هذا الموضوع قمت بإضافة كتابته قبل قليل، سوف أعمل إضافة الرابط هنا، أقوم بإضافة كما قلت الرابط، بعد ذلك أقوم بجلب العنوان على هذا الشكل، سوف أحتاج العنوان، سوف أعمل له كوبي ثم نقوم بإضافته أسفل الرابط هنا، ثم بعد ذلك نقوم بجلب الرابط على هذا الشكل، نعمل على تجريبه هنا، نعمل هنا عملية روليد للصفحة ثم نضيف الرابط الخاص بنا هنا على هذا الشكل، ثم نعمل هنا بريفي كارد. ولاحظوا معي الفرق إخواني الكرام، كما تلاحظون الآن أصبحت تظهر لنا الصورة بشكل جيد، كما تلاحظون الآن أصبحت تظهر لنا شاشة كبيرة، ويمكنك أن تقوم بنشر الموضوع على منصة التويتر بهذه الشكل إخواني الكرام، تقوم بنشر الرابط وسوف يظهر لك بهذا الشكل. العملية سهلة جدا، سوف أعمل على تصغير الصورة حتى تظهر بشكل جيد،
فإذا لاحظت معي هنا الصورة تبدو كبيرة جدا في المدونة، لهذا سوف أعمل على تصغيرها نوعا ما على هذا الشكل مثلا، ثم أقوم بعملية التحديث، ثم أعود إلى الموقع على هذا الشكل، ثم أقوم بالنقر على بريفيسي كارد. نفس الشيء تظهر الصورة كبيرة الحجم، سوف أقوم بتصغيرها والتعديل عليها. فكما تلاحظون أيها الإخوان الكرام، بهذه الطريقة سوف يصبح الموضوع الخاص بك. هذه هي الطريقة، بسيطة جدا، فقط يمكنك أن تقوم باتباع الخطوات التي قمت بها. كما تلاحظون سوف يصبح بهذه الشكل. الطريقة سهلة جدا كما تلاحظون، حتى أكواد خاصة بالميطة فهي صحيحة 100%. أتمنى إخواني الكرام أن تكون حلقتنا الخاصة بهذا اليوم قد نالت إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول الله.